يا عم، اوف يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لك لنفسك ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. اخوتنا الاخوه الايمان والاسلام، ان لله عبادا فقدا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لكه واتخذوا صالح الاعمال فيها سبلا. فكرمهم ربي وقربهم قصيرا. الهي قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العلي، فهم اضيافه في كل وقت، ومن يك ضيفه امسى سنيا، ومن يك ضيف ربه يسعد ويغنم، وكان بضيفه ربي رضيا. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفره الكرام البرر. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، ان سالوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وان سالوني عن نبي قلت رسولا حليما، وان سالوني عن ديني قلت اسلاما عظيما، وان سالوني عن كتابي قلت قرانا كريما. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، تلاوه قرانيه مباركه تتلوها علينا قارئ اذاعه جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحرفا ونغما، والمقيم بمدينه القاهره فضيله القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور. فتح للنبي، صدق يا رب، فتح. الله أكبر.
انت عليك.
صل على النبي. اللهم صل على النبي. ثم ما أدرك يا ربي ما تملك نفس لنفس وحدوا أن طعم لذيذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الله الرحمن الرحيم. بتاع عم الشح. ورحمة أبوك. بسم الله. عند برد عند برد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. الله أكبر. الله أكبر. وَلَنْ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبَّكَ.
الشمسيه صلى عليه
عم قلت لك ما تنزل. كلا نعم مولانا نعم ضيفت عليك يا مولانا الله اكبر ولا السلام. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد إلا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. زيد بن شرف الجميل صلى الله عليه وسلم والنبي الكريم الكرام كان يقود الايمان والاسلام الى رب العلي القدير الى حبيبه البشير الجليل. من قال به صلت ومن عمل به اجر ومن هدي الهديه الى صراط المستقيم. كنا في حال التلاوه القرانيه المباركه تلا علينا بكم العلم القراني الزعيم فضيله الطارئ الشيخ محمد انور عايزين كده قارئ اهم الشيء معاه العربي والعالم الاسلامي كله وقارئ مسجد الرفاعي للقاهره والمقيم بمدينه القاهره. نقلنا لكم على احدث الاذاعات المركزيه قارئ احمد الشوقي مساء حركه زمنيه المنصوره. الاماره الطلبيه مركز